حوار حول العلمانية، تأليف دكتور فرج فودة. الباب الثاني، معارك فكرية. صندوق الشيخ سلامة. هذه بشرى إلى شعب مصر في وقت ترتفع فيه الأصوات بالدعوة إلى الاعتماد على النفس ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وهي بشرى منشورة في كتيب فاخر الطباعة ورخيص الثمن، أصدره شاب يحمل لقبا علميا أغلب الظن أنه الدكتوراه، وقد مضى على صدوره نحو عام دون أن يتطوع كاتبه أو من كتب عنه بتصحيح ما فيه، الأمر الذي يعني أنهما متفقان على صحة مضمونه، وهو ما قصدته في بداية مقالي بلفظ البشرى، تلك التي غفلنا عنها وهي في متناول اليد، وشغلنا أنفسنا بحديث الاقتصاد وهي طوع البنان، وأجهدنا أذهاننا علما واجتهادا وهي في الصندوق. أحسب أن ما سبق كاف لإثارتك، وهو ما قصدت حتى تتعجب معي، وما أكثر ما تعجبت حين تقرأ للدكتور الشاب قصة أدارها في ذهني مرات ومرات قبل كتابتها، وفحصها ومحصها بثقافته العلمية، ثم أطلقها علينا وسط سياق من المحسنات وفنون البديع، وزينها بحشد من المؤثرات العاطفية إنجاز التعبير. وموجزها حتى لا أثقل عليك كما أثقلت علي القراءة، أن الشيخ حافظ سلامة في حصار السويس وقف في المسجد وبين يديه صندوق صغير مليء بكعك العيد، وكان المسجد غاصا بالمصلين، وأخذ يوزع منه عليهم، والكل يأخذ ويشبع حتى أكل الجميع ما شاء وشابعوا أيما شبع، والصندوق ملآن كما هو لا يفرغ منه مداد الكعك، ولا تهتز فوقه ابتسامة الشيخ الجليل، وهي ابتسامة لها ألف معنى ومعنى، معجزة هائلة لا ريب، وهي معجزة أهديها لمن أنكروا علي نقد مسيرة الشيخ الجليل، وأعلن لهم أني مصدق لها كل التصديق، غير أني أرجو أن تكون المعجزة إلى استمرار والقصة إلى اكتمال، ولا أحسب أن المعجزة مقترنة بالكعك أو بالعيد، وإنما هي مقترنة بقدرة الشيخ أمام عجزنا عن الإتيان بالمثل، وبحاجة القوم، قومي وقوم الشيخ، إلى ما يسد رمقهم حتى ولو كان قمحا أو خبز شعير، فما بالك إذا أتى بكعك يقطر منه سمنا ويذوب بين الأنامل. وهي بشرى أهديها لكل من أمضه الجوع أو أرهقه أكل الخبز الشمسي والقريش، أو شغل نفسه بقوت أولاده في يومه أو غده، فالحل مع الشيخ، والصندوق لا ريب موجود، وشهادة الدكتور موثوق بها، ما علينا إلا أن نعطي الفرصة للشيخ فينطلق الغناء في كل أرجاء مصر، يكلوا حلاوة، يكلوا جاتوه، يكلوا كل اللي يحبوه. وقد أخطأنا جميعا حين نقدنا الرجل وأثبتنا أنه لا كرامة لخبراء التموين في بلادهم، وها نحن قد أعطينا لوزير التموين الفرصة تلو الفرصة، فلم يقدر على فعل ما فعل الرجل، وأجهد نفسه بالزيارات والتقارير والمتابعة، بينما فعلها الشيخ في مسجده دون عناء، محيطا أتباعه بالابتسامات الحانية، فعلها ورب الكعبة، مفحما أمثالي من البسطاء الذين يؤمنون بالعقل ويرفعون راية احترامه. ولولا عادة نشأت عليها وهي الرفق في النقد، لتوجهت إلى وزير التموين طالبا منه أن يخلي مكانه للشيخ ولصندوقه، حيث الحل للمكابرة، والرزق للإنتاج، والمعجزة للعمل، والبسمة للقرارات، والكعك للخبز الأسمر، والشيخ للوزير. بودي أيها القارئ أن أستطرد معك في هزل هو الجد، وابتسامة مغموسة بالكدر، وفكاهة هي النكد بعينه، غير أني لا أستطيع الاستطراد، فقد ذكر عن الشيخ ما ذكر في وقت معاصر لمسيرته، وكان القصد منه تتويج الشيخ لا هدمه، ورفع مكانته لا التقليل من شأنه، وفي هذا استهانة بعقولنا، أي استهانة، ودعوة للجهل كلها مهانة، وازدراء لنا وإهانة، وما أيسر أن يمسك بالكتيب صبي من أبنائنا حتى يعتقد من صدقه، وحتى يزهد فيما تعلمه قل أو كثر، وحتى يرسخ في ذهنه احترام للخرافة وتحقير للعقل، بل ربما اقتنع البسطاء بالقول إذا قصرنا في رفضه وتفنيده، فالحديث كله موجه إليهم، وهو جزء من حملة مقصودة مضمونها، إن لم يقنعكم الرجل بفكره فلتقتنعوا بكراماته، وإن لم يكن قادرا على تقديم الحل باجتهاده فسوف يأتيكم من الله ما تبتغون جزاء وفاقا على صلاح الشيخ وجهاده. هؤلاء أيها القارئ من يتصورون أنهم قادرون على قيادة الشعب المصري ويرون أنفسهم لذلك أهلا، ويتطوعون لقيادتنا جميعا إلى مشارف القرن الواحد والعشرين، ويطمعون في أن نتبعهم لأن معهم الصندوق،
وهم بعون الله سوف يوفرون عليك إجهاد عقلك أو حتى استعماله، وفي أيديهم سوف نفرق بين الصواب والخطأ بالاستخارة. أما العالم المشغول بالأجيال الجديدة من هذا العفريت الإلكتروني المسمى بالكمبيوتر أو نظيره المسخوط عليه المسمى بالروبوت ومحطات الفضاء المجرورة بالصواريخ وليس بحرف الجر، فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن هي إلا لهو وزينة. وما علينا أن نردد قولهم المعاد أن الشرق يرتجف والغرب يرتعش رعبا وفرقا من صحوة الجماعات ودعوتها للخروج من المجتمع أو عليه، وأن العالم كله يهتز حين يطلع الشيخ علينا بأفكاره في العودة بالمجتمع إلى ما قبل الاحتلال البريطاني وبصندوقه الذي سوف يملأ أرجاء مصر كعكا وبسكويتا، وأن القوتان الأعظم لا تتفقان على شيء إلا على مواجهة هذا التيار الذي يتزعمه الشيخ وأمثاله. والنبي إيه؟ بين التكفير والتفكير، هذه محاولة لإثبات علاقة بين حادثين يبدو الربط بينهما صعبا للوهلة الأولى، محتملا للوهلة الثانية، مؤكدا أو شبه مؤكد إن أمعنت النظر أو أجهدت الذهن، وللقارئ في نهاية المقال أن يقتنع وينزعج أو يشك ويندهش أو يرفض قانعا بالرياضة الذهنية، لأن الطريق إلى الحقيقة يبدأ بالشك. فإني أصارح القارئ بأني أشك في وجود علاقة بين المحاولة الحمراء لاغتيال أمير الكويت على يد منظمة الجهاد الإسلامية الإيرانية ومحاولة تنظيم المسيرة الخضراء بقيادة الشيخ حافظ سلامة وبتأييد من فلول منظمة الجهاد الإسلامية المصرية. فالهدف النهائي واحد، وهو وأد تجربة الديمقراطية في كل من البلدين. والهدف المرحلي واحد، وهو ضرب الشرعية بالعنف والتصفية في حادث الكويت وبالديماغوجية والمزايدة في مشروع المسيرة برفع السيف في وجه حاكم الكويت وبرفع المصحف في وجه حاكم مصر. وإذا كان مفهوما أن يسيل السيف دما ويسقط ضحايا، فإنه متوقع أن يثير على المصحف ارتباكا ومستهدف أن يهدد نظاما. من حق القارئ علي أن أنقل إليه أوجه الصورة كما تجمعت في ذهني، داعيا الله أن أكون مخطئا وقد أكون. الوجه الأول، منطق التاريخ. للقارئ أن يتساءل عن حجم المصادفة في أن يحترق لبنان وهو واحة الديمقراطية في المنطقة العربية بنيران الفتنة والتمزق، وأن تلقى مصر نفس الجزاء في حريق القاهرة بعد 3 عقود من الممارسة الديمقراطية الفريدة والمنفردة في المنطقة أيضا، وأن تشير إصبع الاتهام إلى فاعل مجهول في الحالتين، وأن يكون صدى التفجير في الكويت تكفيرا في القاهرة، وكأن اختيار العاصمتين وحدهما محض مصادفة بحتة ومجرد ترتيب قدري يلتقي فيه العنف بالتفتح، التكفير بالتفكير، والتخلف بالحضارة، والإرهاب بالديمقراطية. الوجه الثاني، منطق الجغرافيا. في حوار مع أحد الساسة الأمريكيين ذكر لي أن 5 دبابات في حياد الشيوعيين في كوريا يمكن أن تؤرقه كسياسي أمريكي أكثر من 5 صواريخ نووية موجهة من أوكرانيا. وحين حاورته مداعبا وماذا إذا سيطروا على المكسيك، أجابني في جدية: هذا ما لا يسمح به أحد. ربما تستطيع أن تفسر التاريخ بالجغرافيا أو بغيرها، لكنك لا تستطيع أن تغير الواقع إلا بالجغرافيا. تذكرت ذلك وأنا أقارن وضع الكويت في مواجهة ما سمح به في إيران الخميني، معبر الكويت إلى آسيا غير العربية، بوضع مصر في مواجهة ما سمح به في سودان النميري، معبر مصر إلى إفريقيا غير العربية، وما صاحب ذلك من صيحة الفرح غير المعلنة من بعض متطرفي الشيعة في الكويت، وصيحة الفرح المعلنة على ألسنة القادة الإسلاميين المصريين الرسميين وغير الرسميين. وتساءلت للقارئ أن يتساءل معي: هل كانت لتجربة الخميني في إيران نتائج محسوبة في الكويت؟ وهل كانت لتجربة النميري في السودان نتائج مقصودة في مصر؟ أم أن الأمر محض مصادفة جغرافية؟ الوجه الثالث، المصيدة والمصلحة. لن أفاجأ إذا كرر الشيخ حافظ محاولته أو قلده آخرون بأسلوبه أو بأسلوب آخر، وبدأ ذي بدء، فإنه من الواضح أن الرجل نفسه حسن النوايا، فتصريحاته المعلنة لا توحي بالاحتراف السياسي، بدءا بإعلانه عن رغبته في العودة بمصر إلى ما قبل الاحتلال البريطاني مجلة المصور، وانتهاءا بتصريحه عن ضرورة فرض الجزية على الأقباط مجلة روز اليوسف. ومن الواضح أيضا أن الرجل عاش حياته كلها يدعو للدين والعقيدة دون أن تتجاوز شهرته دائرة معارفه وسامعيه،
بل ربما دهش الرجل معنا وهو يرى زملائه قد انقلبوا فجأة إلى مشاهير وأصبحوا من نجوم الكاسيت، وكتبت عنهم المقالات والكتيبات، وانهالت عليهم التبرعات، وبعضهم كان يقرأ القرآن للهواية، فإذا به نجم ينافس كبار المقرئين على الرغم من أنهم جميعا لا يزيدون عنه علما أو تفقها في الدين أو حتى حلاوة الصوت. وربما سأل الرجل نفسه مرة ومرة عن سبب ذلك كله ولم يجد جوابا، ولعله الآن قد أدرك الجواب حين تحول فجأة إلى نجم إعلامي يعقد المؤتمرات الصحفية، وتنطلق الأسئلة من حوله بلسان عربي تارة وعجمي تارة أخرى، وتلمع حوله الفلاشات، وتسطع أمام عينيه أضواء الفيديو، وتتردد على مسامعه ألفاظ التايمز واللوموند بديلا عن الطبري والزمخشري، ويصبح هدفا لأسئلة الآخرين بعد أن عاش حينا يسأل نفسه وأحيانا يحاورها. ووسط ذلك كله لم يجد الرجل فسحة من الوقت لكي يسأل نفسه سؤالا بسيطا وواضحا، هل هذا كله أمر طبيعي؟ ألا يحتمل وسوء الظن من حسن الفطن أن تكون الأضواء المسلطة عن عمد والمبالغ في حجمها عن يقين مصيدة لأمثاله من حسن النوايا ودافعا لهم للاستمرار في دفع الوطن كله إلى حافة عدم الاستقرار، وأن يكون أصحاب المصيدة هم أنفسهم أصحاب المصلحة فيما يحدث في الكويت وما يحدث في مصر؟ أدعو الله أن تدفع إجابة السؤال بالرجل إلى موقف الحيرة بين ضمير الوطنية المصرية ومصيدة استكمال المسيرة. وما زال الحوار مستمرا. هذا نداء إلى رؤساء الأحزاب في مصر والمشتغلين بالسياسة فيها لكي يقرأوا كتابا فاخر الطباعة رخيص الثمن أصدره الشيخ عمر عبد الرحمن وعرض فيه مرافعته في قضية الجهاد، حتى يدرك الجميع أن هناك وجها آخر لمصر لا يراه إلا الشيخ وجماعته، الحكم فيه حكم الجاهلية والشريعة شريعة الهوى والمنهج العبودية، والحكام فيه كافرون ظالمون فاسقون، والقوانين فيه وضعية وأمرها واضح وضوح الشمس، وهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرئ نفسه وكل امرئ حسيب نفسه. صفحة 74. وخوفا من أن يرد عليه بأن أغلب القوانين مطابقة للشريعة أو مستمدة منها، فإنه يتحسب بقوله إن تجزئة الشريعة وتطبيق بعضها وترك بعضها فعل باطل، من يفعله يكون مرتدا. صفحة 117. وهكذا لا يملك السائل إلا أن يضع يده على فمه خوفا من أن يفلت منه تساؤل عن حكم الشيخ على ما فعله الخليفة عمر من تعطيل حد قطع يد السارق في عام المجاعة أو منعه لتوزيع سهم المؤلفة قلوبهم رغم ورود النص القرآني الصريح، وما للسائل لا يخشى أو يخاف وقد أعلن الشيخ بصراحة ووضوح أن منهجه هو القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض وإقرار منهجه في الحياة وحماية المؤمنين به أن يفتتنوا عن دينهم أو أن يجرفهم الضلال والفساد. صفحة 123. وهو لا يترك بابا مفتوحا للكلمة ولا مجال مسموحا به للموعظة الحسنة ولا طريقا ممهدا للجدال بالتي هي أحسن ولا سبيلا متاحا لحوار العقل والمنطق، بل تنطلق من فمه الكلمات هادرة كالرعد، لا بد للمد أن يفيض ولا بد للسدود أن تنهار ولا بد للقردة أن يغمرهم الموج والركام، وعندئذ فلتتنزل صور قرآنية في الجهاد وتسمع دمدمة الآيات ومن ورائها فرقعة السلاح تضرب السيئة بالسيئة وتعالج الغدر بالقصاص، تصب النقمة على المتلاعبين بالدين وتكيل لهم الضربات على نحو يثير الرعب في القلوب، تحدد موقف الإسلام الحاسم من أعدائه، تعلن الحرب على الأحزاب المريبة وتنظف الجو من آثار الشرك والمشركين ومفاسد أهل الكتاب وذبذبة المنافقين، ترسم للمسلمين ما يتخذونه أساسا لدولتهم ومنهجا لدعوتهم. صفحة 123-124. هذا السؤال، هل تم تحريم التبني من أجل أن يعني أنت ترى الحركة المدنية الآن أو الألمانية لسه قدامها مرحلة حتى تصل هي اللاقية؟ إذن القيمة بنت فرزك. ولكن كما سمعنا الحلقة اللي فاتت من العالم الجليل نيل ديجراس تايسون، سأشير في هذا البرنامج إلى بعض الدراسات التي تناولت علم Faith is in God, not in religion. And so